اولا كنشكر الجريده احدث انفو اللي هي الاحداث المغربيه على هذه الزياره اللي دارت لنا للمنطقه ديالنا امانوز. نحن نتواجد حاليا في جامعه ترسوت في مقر الجامعه في الكومبينغ اللي كاين في المقر ديال الجامعه اللي داروا واحد المستثمر السي الحاج العسري اللي هو مهاجر في الديار الفرنسيه وجا استثمر الاموال ديالو في هذا المشروع هذا اللي كتلاحظوا هو الماء ما كاين شيء وكاين الناس التوريست اللي كيبغيو يجيو لهاد المنطقه كيعيطوا باش يجيو يريزيرفيو في هاد الكومبينغ لوطيل لانه كاين لوطيل كما كتلاحظوا والماء ما كاينش كاينه ندره المياه. وهنا غادي ندير واحد النداء لرئيس الحكومه اللي هو السي عزيز اخنوش يحاول وكذلك مديرية التجهيز والناس اللي مكلفين بهذا القطاع ديال الماء اللي كتلاحظوا باللي المشكل راه ماشي مشكل غير ديال ترسوط مشكل ديال المنطقه كلها اللي هي سبعه ديال الجامعات الماء ما كاينش. كنلاحظوا في تفره وفي السونتر وسط المدينه كنلقاو لي سيتيرن ديال الماء وهذاك ماشي حل هذاك غير حل ترقيعي. كنتمناو ان شاء الله باش يسرعوا بهذاك المشروع اللي قالوا لنا باللي غادي يجي الماء في واحد المنطقه في تسريكت لانه كاينه واحد الاتفاقيه كيقولوا غادي قريب غادي يجي الماء ولكن هذا الصيف هذا راه الناس تكرفصوا وكاينين الناس اللي خارج المدن اللي هما كيزوروا هذه المنطقه في هذه الوقيته بالضبط في الشهر 7 والشهر 8 اللي كيديروا المواسم ديالهم والمهرجانات ولكن المشكل كاين المشكل ديال الماء. واحد العدد ديال الناس ملي كيلاحظوا في وسائل التواصل وسميتوا باللي المشكل ديال الماء كاين في المنطقه كيفضلوا باش ما يجيوش كاع لهاد المنطقه لانه المشكل ديال الماء وكتعرفوا باللي الماء هو الحياه إن جعلنا من الماء كل شيء حي الماء اللي ما كاينش. وكنتمناو ان شاء الله من الحكومه باش دير شي حل استعجالي للمنطقه وشكرا لاحداث انفو والطاقم ديالكم شكرا ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكر اولا الجريده لاحداث المغربيه اللي جات اليوم المدينه تفراوت بالضبط ترسوات جماعه ترسوات. المهم حنا البارحه جينا من تمنارتي قليم طاطا دائره قاجنا باش نحضروا في المهرجان اللي منظم في امن في جامعه امن وكان تفاجاو بالتواليطات ما فيهم حتى الماء يعني الماء ما كانش في تفراوت الناس كيغوتوا وحنا شفنا بعينينا دخلنا للتواليطات الماء ما كانش المساجد باش توضى ما كانش الماء يعني تفراوت وما ادراك ما تفراوت الماء ما فيهاش يعني الماء والامان هو البلاد ولكن هذه الرساله خص نصيفتها للسيد وزير الحكومه اللي هو السيد عزيز اخنوش اللي هو ولد المنطقه بالضبط اكردوداد. كنشكره في هذا المنبر ولكن كنقول له بان لمدينه تفراوت مهمشه بهذا المنطق اللي كنقول انا حيت الماء هو كل شيء. ملي كتلقى شي بلاصه ما فيهاش الماء راه لا اله الا الله مشكله. جينا البارح تكرفسنا صراحه وتكرفسوا الاهل ديالنا والاحباب ديالنا اللي كنشوفوا البارح في المهرجان ديال امن. قلت الماء ما كاينش يعني الماء هو كل شيء ما كاينش الماء يعني هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير. هذا النداء خص يوصل الناس اللي مكلفين بالماء باش يعرفوا بان المنطقه ما فيهاش. الصديق ديالنا والاخ ديالنا وكنشكر جميع الاخوان اللي حاضرين معنا في هذه اللحظه هذه بصفتي كريسبونسابل ديال هذا الكومبينغ يعني مخيم ترسوت معروف تقريبا على صعيد تفراوت تقريبا يعني عندنا لوطيل هنا وعندنا الكومبينغ وعندنا لابيسين. هو كما كتشوفوا لابيسين دابا راه خاوي على قله الماء ما كاينش هنايا قليل على حسب الفرشه المائيه اللي ناقصه هنايا. وكنتمنوا من المسؤولين والناس اللي مسؤولين على هذه البلاد هذه وباش يلقوا لنا شي حل ان شاء الله لهذا المشكل هذا. وكما كتعرفوا هاد السنوات اللي فاتوا كوفيد وبزاف ديال الحوايج كنا
زعما كنا كنصيف واحد 3 شهور ديال الصيف وواحد 3 شهور ديال النصارى. كما كتعرفوا المدينه تفروت معني عن التعريف معروفه بالسياحه، يعني الناس كيجيو النصارى وفوق البرد وداك الشيء كيبداو يدوزوا سميت العطله ديالهم هنايا. ولكن لهذا بعد المشكل هذا ديال كوفيد راه 3 سنين دابا ولا 4 سنين هذا راه باقي ما شفنا والو صراحه. السياحه الداخليه هي اللي دابا كاينه والسياحه الخارجيه راه والو ما كاينش قليل ما كاينينش عباد الله، ما كاينينش زعما السياحه الخارجيه. المهم لهذا راه المشكل دابا كما كنقول لكم المشكل ديال الماء. دابا حنا بلايص هادو راه كان بلاصه ديال الشعب دابا على قوه الماء وداك الشيء، وانتم كتشوفوا هذا الشيء كله راه دابا 14 بسم الله خلصوا الماء وداك الشيء. انت كاع الشجاري راه كانوا دايرين هنا راه النخر راه هو اللي من حقها هما دايرين دابا في ديال الصيف حسب الشمس وحسب الحراره اللي كاينه في ديالها. راه النخل حتى هو راه كتشوفوا دابا الله الزيت هذا راه كنديروا ليها الماء داكشي على الشده شويه. بالنسبه للليمون دابا راه كتشوفوا السمك ديالها